يا هلا ومرحبا فيكم من جديد متابعينا من قلب البيت الزجاجي لسيدتي من بوليفارد رياض سيتي. ضيفتنا لليوم من العراق، هي مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي ومقدمة برامج، شغوفة منذ الصغر بالموضة والجمال والأزياء، وحققت هذا الحلم بعزيمتها وإرادتها. رح نتعرف على تفاصيل كثيرة في حياتها ديما الأسدي من خلال هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك ديما. حبيبتي أهلا وسهلا بيك. طبعا شكرا على المقدمة الحلوة وشكرا على الاستضافة الحلوة، والبيت الزجاجي هذا كلش حلو، طلع من صدق بيت زجاجي. بالأول عبالي قلت يمكن بس من برا، طلع كله مسويه من زجاج، كلش حبيته. عشان حتى احنا نشوف اللي برا واللي برا يشوفونا. هاي أول مرة طبعاً إلياني بالسعودية وبالرياض، سعيدة جداً أنه أول زيارة إلي تكون مع سيدتي وياك وبهالمقابلة الحلوة وبالمكان الحلو اللي بصراحة أول ما دخلت انبهرت يعني باللي شايفته أنا. البوليفارد يعني رائع. بس نخلص لح أخذ لي لازم تاخذي تور. وعلى فكرة هذا جزء لا يتجزأ من موسم الرياض اللي هو كبير وفي جهود رائعة وشيء يعني مرة حلو حتنبسطي فيه. جدا سعيدة وفخورة أني أشوف هذا الشيء اللي يصير بالسعودية، وجميل جدا، متحمسة أروح أشوف. وقالوا لي أكو مطاعم طيبة كلش، دزولي لست المتابعين روحي، فمتحمسة أشوف كل شيء حلو. وين ما رحتي رح تنبسطي، والجو حلو بس شوية بارد، ما كنت متوقعة هالقد بارد. الجو بارد فعلا، قاعد يبرد من اليوم خلاص، بس مع الشتاء رهيب، حلو الجو كلش. فتخيلي أكثر يعني، هذا هو لا أدفي نفسي الشعار. لازم أدفي نفسي مرة جاي. فاحنا مبسوطين فيكي أكثر طبعا، وأنا الأسعد، وودنا كذا ندردش معاك يعني عالم السوشيال ميديا ودخولك في هذا المجال. أول شيء خلينا كيف تعرفي ديما الأسدي عن تعرفي نفسك للجمهور السعودي، إيش تقولي؟ طبعا اللي يعرفني منهم أقول أكيد أنا ديما الأسدي، أنا طبيبة أسنان شهادة، بس شغفي هو الموضة والفاشن والجمال، وأم، عندي ابن عزمي عمره 4 سنين. كل هاي الأشياء كلها مع بعض أسويها، واللي يعرفني أكيد على مواقع التواصل الاجتماعي كلش أحب الفاشن، وهذا الشيء كان شغفي من أنا وطفلة، وبصراحة حلمي أني كنت أشتغل بهذا المجال، وتحقق هذا الحلم يعني بالصدفة مثل ما نقول. دائما أقول كنت متواجدة بالمكان الصح بالتوقيت الصح. وتخرجت أنا مع الدراسة باي ذا واي، والعلم ضروري يعني إحنا نقول الشهادة سلاح. فصح درست واخذت شهادتي، وانا كنت عارفه يعني جوا انه احتمال ما اشتغل او ما امارس مهنه طب الاسنان، بس قلت لازم اكمل دراستي حتى يصير عندي الاوبشن. ما شاء الله بالعراق يعني كثير مثقفين واطلاع واسع بكل شيء. انا درست بالامارات، مهمه جدا درست بالامارات. اي بس عندنا احنا صح بمجتمعاتنا كلش مهم، صحيح تلاقيني يا مهندس يا طبيب يا كذا. انا تركت العراق من انا عمري 13 سنه، رحت للامارات فتخرجت هناك ودرست هناك، وبعدين يمكن تواجدي بمدينه مثل دبي يعني خلى شغفي او حبي للموضه يزيد اكثر واكثر، لانه تعرفين يركزون هواي على هاي الاشياء. صحيح. والحمد لله يعني بلشت بالسوشيال ميديا بالإنستغرام 2015 بعد ما تزوجت. الناس يحبون، أقول لزوجي وجهك خير علي. حلو. خلينا نحكي شوية عن علاقتك مع السوشيال ميديا. مثل ما ذكرتي أنه دخلتي بالسوشيال ميديا ب 2015 ويعني وجهتي حبك للموضة للجمال كل هذه الأمور في السوشيال ميديا، واستغليتي يعني حبك للشيء بالسوشيال. كيف؟ إيش سويتي؟ إيش اللي بديتي فيه؟ صراحة من أني وقبل يكون ما في مواقع تواصل اجتماعي، أنا عندي حب وشغف للموضة، فدائما أحب أتصور. فكنت من أنا وبالجامعة والدي والدتي أخوي يضحكون علي، يقولون هاي الصور اللي من تجمعيها، أقول لهم ما عليكم، أنا أحب يكون عندي صور إلي، أحب التصوير، أصور نفسي يعني ألبس أتصور. يمكن لأنه خلال دراستي بالجامعة إحنا دائما كنا نلبس السكرابز ملابس طبية، فأحس لما تجي الويكند بس أريد أحط مكياج وأسوي شعري وألبس. فسبحان الله كنت دائما أحب التصوير، فكان عندي ألبوم صور. فلما بلشت المواقع التواصل الاجتماعي كان عندي صور أنا أوريدي مخزنة بتليفوني. سويت إنستغرام وصديقاتي قالوا دي نزلي الأحذية والأشياء اللي تحبيها، والله نزلتها وحسيت الناس حبت اللي أنا دا أسوي. تدرين ب 2015 نقدر نقول حتى المنافسة ما كانت مثل هسه، يعني هسه ما شاء الله صار في كثير مؤثرات مواقع التواصل والناس صاروا يعني على اطلاع أكثر. لما بداياتي أقدر أقول إنه قلت لك محظوظة لأنه كان توقيت صح، ما كان في كثير، فكنت أنزل ملابسي شلون ألبس تنسيقات، وحبوا الناس اللي تحبني يعني
اللي ناس تتابعني حبوا هذا الشيء، ولبسي خلينا نقول يعني شوية بمودست هواية من القطع اللي أختارها، فهذا الشيء خلى متابع الخليج بصورة عامة أنه يحس أنه أنا مثلاً ريليتابل. صح أنا من العراق بس صار عندي كثير متابعين من السعودية من الإمارات، تعلقوا فيكي وتعلقوا بستايلك وانتقاء اللبس وهذا. صح. وهذا يعني يرجع للذوق، يعني مو أي أحد يعرف ينتقي اللبس بشكل حلو. يعني بصراحة أبد ما اشتغلت مع مثلاً ستايلست أو كذا، لا أنا أسوي ستايلينج نفسي، ما عدا طبعاً بالتلفزيون هذا الشيء غير. فبديت انسق الملابس وانزلها واتكلم عن الفاشن شوي شوي، صرت حملت خلال فتره حملي، يعني احس اللي تابعني بلش وياي بزواجي وبعدين تخرجي وبعدين الحمل. فتره حملي هوايه زادت عندي المتابعين لانه كثير ركزت على ملابس الحمل والفاشن وكيف انه ممكن انت تكونين، يعني حتى لو انت كنتي حامل وزنك زاد بس نفس الشيء تقدرين تطلعين حلوة وتهتمين بنفسك. طبعا بعد ما صرت أم عند حكيت التسلسل هم أنا حاولت كثير أنه مثل ما أقول أأثر على كل متابعاتي خصوصا الأمهات أنه ترى أبد لا تهملين نفسك سواء كان يعني بشكلك بشرتك، لأنه هواية من الأمهات يغلطون لما يصيرون يولدون أول فترة ينسون نفسهم يلتهون. صحيح. وهذا الشيء ممكن يسبب على فكرة كآبة عند بعض النساء، بس أنا حاولت دائما أقولهم لا قوموا حتى لو أنتوا تحسون نفسكم ما قادرين وبعدكم هستعفين بداية الولادة الأم تكون متلخبطة أمورها ومشغولة مع البيبي وكذا. أنت كيف يعني صرتي تهتمي بالبيبي وتهتمي بنفسك؟ طبعا كانت تجيني حالات انهيار، ماكو حد ما ينهار أكيد. بس كنت دائما أقوم أقول لا خلي شوي أغير جو، خلي أشسر شعري، خلي أحط ماسك، خلي هاي كنت أصور هذا الشيء بالسوشيال ميديا. فحسيت اللي هواي متابعوني شجعوا وقالوا والله ديما شجعتينا، أنا عندي هالقد جهال بس شلون تلحقيني شلون تسوين. أقول السر إنه هو الواحد يعرف ينظم وقته، يعني البالانس، يعني أنا أحاول قدر الإمكان خلال يومي أنظم وقتي سواء كان خلال يومي أحاول إني أنظم وقتي، يعني أنطي وقتي لزوجي وأعطي وقتي لابني، وأنا واصلة الصبح أقعد دائما وأرجع من المدرسة، ونفس الوقت أنظم وقتي بحيث أن وقت الصبح أسوي شغلي والميتينجز مالتي، إذا عندي كونتنت كرييشن وتصوير ولبس أحاول أسوي الصبح، بالليل ورا ما ينام ابني طبعا فترة الغداء أنا وياه، بالليل ورا ما ينام يكون عندنا مثلا إيفنتس أو شيء أحضره. يعني الأورجنايزنج بالوقت للأم اللي تكون تشتغل بأي مجال سواء كان بالفاشن بالتلفزيون بمكتب كلش مهم، مهم جدا. فدائما اركز على هذا الشيء، ويقولوا لي مرات المتابعين والله احنا ناخذ منك الانرجي. حلو. ما نام هوايه هم. ما شاء الله عليك. يعني غير اهتمامك بالتجميل وبالموضه بالفاشن بعد تعطينهم يوميات ونصائح للسيدات هوايه على الامومه، على يعني بشغلي، لانه يعني قلت لك شغلي يعني صح اشتغل بالسوشيال ميديا بس حاليا عندي مثلا تلفزيون، فاحاول دائما ارويهم شلون احنا الامهات والسيدات بصوره عامه نقدر. انا اقول احنا سوبر هيروز. تلاقينا من البيت الى انا ما اطبخ هوايه، يمكن هذا الشيء الوحيد اللي مو كلش شاطره فيه، تعلمت خلال فتره كورونا. بس يعني سبحان الله الامهات يسوون كل شيء، يعني احنا نعرف نبدع بكل المجالات. صحيح. فأركز على هاي النقطة هواية عندي بالسوشيال ميديا. ذكرتي أنه بفترة كورونا حاولتي شوي تطبخي، معناته شوي كان بكورونا تأثير إيجابي. كثير من الناس ما شاء الله تبارك الله أخذوا فترة أزمة كورونا بمنحة إيجابي، سووا شغلات إيجابية في حياتهم. شغلات يمكن ما كانوا يغفلون عنها حققوها أنجزوا فيها. أنت من ضمنها الطبخ. وش بعد؟ أنا الطبخ أكثر شيء، الطبخ أكثر شيء، وسويت حملة على خزانتي. كل مرة كنت أجل، تعرفين بسبب الشغل والسفر، وأنا أحضر مثلاً دائماً فاشن ويكس كل 3 شهور 4 شهور، فالغراض تتكدس بدون ما نحس. خلال فترة كورونا سويت تعزيل على البيت. على البهارات بالمطبخ وعلى الصحون وعلى الملابس والأحذية وهدوم وهدوم، حسيت سويت ديكلترنج للبيت، يعني كلش فادتني نفسيتي تغيرت. كلنا يمكن الحريم طلعنا حاجات ما كنا نستخدمها. بالضبط، والله كلش كانت هذه من أهم الأشياء. وشغلة ثانية الطبخ. كلش هواية تعلمت وصفات خلال فترة كورونا وشد أشارك بيها. أنا بالعادة ما أشارك طبخ أبداً وحتى هسه لأنه ما أفتهم، بس بالكورونا هواية تعلمت أشياء شد أشاركها ويا متابعين. اي حبوها. بس انا اكثر شيء هم انا سويته بفتره كورونا كنت اسوي سكين كير. بالايام العاديه السكين كير مالتي ياخذ 5 دقائق 10، بالكورونا
ربع ساعة نص ساعة ما عندنا شيء قاعدين بالبيت، فكنت أشارك كم من هذا الشيء ويا متابعيني. كل شيء هواية، وأنا من النوع اللي تابعني يعرف لما أشرح على برودكت سواء كان سكين كير أو ميك اب، يعجبني يعني أنطي كل مثل ما نقول من كل قلبي، لأن أنا الباك جراوند مالتي قلت لك طبي، فأخذ هذا الموضوع مسؤولية. يعني ما أروج الشيء أنا ما استخدمه، وما أروج الشيء ما أفهم به، يعني أسوي فل ريسيرش كامل. وأقولهم أنا أحكي عن شيء بس أنتوا جربوا، لا تأخذون على العمياني. يعني أنا أنطيكم هذا، دا أشرح لكم عن منتج بس أنتوا روحوا جربوا. فخلال فترة كورونا هواي ركزت همين على السكين كير. يمكن من الأشياء اللي تعلمتها كنت هواية، إحنا السيدات يعني شلون نقول نشتري هواي مكياج ونصرف على المكياج. خلال فترة كورونا تحولت، قمت شفت بشرتي شلون ارتاحت، لأن ما كنا نحط هواي ميك اب وكذا، وكيف صرت أركز على العناية بالبشرة بعدين المكياج. طب ذكرتي الحين العناية بالبشرة، خلينا نتكلم شوي عن العناية بالبشرة والروتين الخاص فيك للعناية بالبشرة. أي. وش اللي تستخدمين البشرة؟ وش تنصحين فيه سيدات دائما؟ شوفي أني أكيد التجميل هو موجود هواي سيدات يحبوه، بس أنا مو من النوع اللي أحب أغير بشكلي هواي، بس أنا مؤمنة إيمان تام بالسكين كير روتين اللي هو يكون يعني لازم كل يوم بالليل ما نام بالمكياج، أحط من نوع يعني سيرمز وكريمات وأجرب. أنا اللي يعرفني يعرف استيلودر ما أستغنى عنه، الأدفانس نايت ريبير ماي فيفرت، صار لي سنين عليه، بس من النوع اللي يتابعوني يقولون ديما معقولة يعني هالسكين كير تشتغل؟ مرات هيك يسألوني أقولهم طبعا تشتغل إذا يعني تلتزمون بها بانتظام. صح. انا مو ضد التجميل والاشياء الثانيه الخيارات الاخرى المتاحه اكيد معه، بس موضوع العنايه بالبشره انه تنطين لنفسك 10 دقائق من شلون من قلب ورب مثل ما نقول. صح. يعني مو بسرعه بسرعه، يعني اغسل وجهي، انظف مكياج، انظف وجهي من الميك اب والقطن اكثر من مره، واحط كريماتي على راحتي، مرات اشعل شمعه. صدقيني هاي العشر دقائق اللي اقعد بها اسوي سكين كير بالليل تفيدني، يعني تغير من يومي ثاني يوم. حلو. أحس هيك راحة، يعني ترى هو نوع من أنواع المديتيشن. يمكن ناس تحب يوغا، ناس رياضة. صح. أنا ما عندي وقت صراحة أسوي رياضة. أي. فأخذ وقتي بالسكين يعني كير. حلو أعطيني بهذا الشيء وأتكلم عنه دائما. تتكلمين عنه وتقولين للسيدات إنه قديش تفرق لما تعطين لوقتك 10 دقائق في اليوم مثلا، طبعا للبشرة والعناية فيها 100% راح تفرق واحدة معها. طبعا أحب أسوي فيشلز دائما، لأنه بحكم شغلي أحط مكياج من فترة لفترة، فأنصحهم دائما. مو غلط طبعا اللي يريد يحط فيلرز بوتوكس، هذا راجع لهم، بس أنا مثلا أسوي ريسيرش دائما شو الأشياء الجديدة، الماسكات، أبرة النظارة، هاي الأمور أحب وأشارك بالأشياء التجارب اللي أستفيد منها. ما شاء الله. وإذا جربت شغلة باي ذا واي، هاي يمكن ما أعرف زين لو مو زين وطلعت سيئة، ما أتكلم عنها، بس ما أقول إن هي سيئة، مو مجال، بس ما أحب أشارك التجارب السيئة، بس ما أتكلم عنها نهائيا. حلو. طيب الآن بما نتكلم عن البشرة واهتمام البشرة والميك اب وهذه الأمور، أنت كمان يعني كونك مقدمة برامج لابد تكوني حريصة. اليوم أنا سويت مكياجي ترى. حلو ما شاء الله، ناعم ومرة ناتشورال. ما أعرف شلون طالع بالكاميرا. حلو ما شاء الله، مرة ناتشورال طبيعي. في تقديمك للبرامج احكي لنا عن هالتجربة هذه، وهل هي قريبة من كونك لما تقدمي شيء على السوشيال ميديا ولا مختلفة التجربة هذه؟ يعني هذه هم جاءت بالصدفة، يعني أني دخلت مجال الموضة عن طريق السوشيال ميديا. بس شوفي السوشيال ميديا فعلا يعني سبحان الله هو يفتح أبواب لهواية ناس حتى يدخلون مجالات أخرى هم ما كانوا ناويين يدخلونها. هذا صار وياي. أنا مو إعلامية ولا درس إعلام، ولكن بسبب قلت لك لما السناب شات والإنستغرام والستوريز تعودت، صرت يعني أحس ما أخاف من الكاميرا، ما عندي رهبة من الكاميرا أبدا، يمكن تعودت بالتليفون. فلما جتني فرصة أني أقدم يعني برامج، سويت كاستنج وقلت ممكن تضبط ممكن ما تضبط، زيت فيديو خلال فترة كورونا. لهذا أقول لك فترة كورونا كانت يعني وجهها خير علي. سويت فيديو وأنا قاعدة بالبيت، حطيت التليفون صورت فيديو، كان كاستنج لبرنامج كلام دواعم، قالوا لنا اختاروا موضوع تكلموا عنه، وأنا بخطة اختاريت أتذكر يعني العنف ضد المرأة، تكلمت عنه، سويت ريسيرش وتكلمت عنه، وسبحان الله بعدين صار كلام دواعم نصيبي. سويت السنة الماضية كلام دواعم على MBC1، وهاي السنة سويت برنامج ثاني. كلام دواعم كان تجربة جميلة جدا، لأنه تشالنجينج، لأنه يتكلم عن مواضيع بالنسبة إلي أنا أتعلم منه،
يعني هم تعلمت أن أول تجربة تلفزيونية، وهمين في قصص مؤثرة عن شخصيات موجودة بمجتمعاتنا أنا ما سمع عنها، لأن أنا اهتماماتي قلت لك الموضة والتجميل والموضة، فكان بالنسبة إلي مؤثر جدا، ويعني تجربة جديدة، تجربة جديدة فريدة من نوعها. والحلو في مجال أنك تعبرين عن رأيك، فأنا كنت أعطي رأيي كأم، كزوجة، كأم جديدة، كمؤثرة في مواقع التواصل، فحلو كنت أسمع آراء ناس تانية، فكان برنامج حواري حلو واستفادت منه كل شيء هواية، وقلت لك أضاف لي هواية تعلمت منه. التجربة الثانية اللي جتني بعد طبعا بسبب كلام نواعم فتحت لي أبواب ثانية، حاليا صار عندي برنامج إلى علاقة بالموضة بس يعني، واللي هي طبعا مجالك اللي انت مجالي تحبي. اسمه فاشن لاب، أقدمه ويا الستايلست صدريك حداد اللي هو كان الستايلست ماتي في كلام نواعم، عبارة عن كومبيتيشن بين خلينا نقول يونج ديزاينرز كلهم يدرسون فاشن وتصميم بالجامعة، نعطيهم 3 ساعات نقول لهم بهاي 3 ساعات عندكم لازم تسوون 3 قطع من قطع موجودة بالاستوديو، يعني شلون دو ات يور سيلف بملابس اوريدي موجودة، فبي مسج حلوة على السستينابيلتي وريسايكلينج وإعادة تدوير، إعادة تدوير الخزانة اللي انت موجودة. فهمينا كثير حبيت الفكرة مالته، يمكن دوري كمقدمة بهذا البرنامج هو ننطي آرائنا ويجدج نختار الوينرز، ما بكثير كلام بس ممتع إني أشوف المتسابقين كيف يشتغلون بشغف وحلو، وانطوني أفكار حلوة كيف نغير ملابس. ممتاز ما شاء الله، هذا بصميم أيضا حبك للفاشن 100%. يعني إحنا إن شاء الله نتمنى لك نجاح في هالبرنامج ونجاحات أخرى في برامج أخرى. أشكرك. وفي السوشيال ميديا أنا أبغى منك كلمة أخيرة عن تحقيق الأحلام، خاصة نقول للسيدات اللي احيانا يمكن بواجهوا عثرات بواجهوا صعوبات. انت قلتي انك دائما تسعين لتحقيق الحلم ويتحقق، كيف ممكن المرأة تحقق حلمها؟ اعطينا في ختام هذا اللقاء. انا اقول لازم كلنا نتمسك بالاشياء اللي نحبها، لان واحد مستحيل يبدع بمجال اذا هو يكرهه او يكون ما الى، يمكن ضروري مثل ما قلت ان واحد احيانا الحظ يساعده، بس حلو ان واحد يتمسك بحلمه ويكون عنده شغف لشيء، لانه طول ما كان اكو شغف طول ما كان دائما يكون في ابداع. ودائما اقول للامهات خصوصا ابد لا تهملون نفسكم، وللبنات اللي يبلشون هسه هواي توصلني مرات انكويريز هسه مبلشين على السوشيال ميديا انه اريد اني شلون اصير مشهوره شلون كذا، اقول لهم ابد لا تقلدون احد، stay true to yourself، كونوا صادقين مع نفسكم، لانه المتابع هسه خصوصا المتابع العربي صار عنده awareness ووعي، يحب يشوف الشيء الطبيعي الحقيقي الناتشرال، ابد لا تكونون فيك، ابد لا تخافون انه تكونون على طبيعتكم. هاي نصيحتي بالنسبه للسوشيال ميديا. اما نصيحتي بالنسبه للفاشن دائما اقول لهم همين think outside the box، هوايه من النساء سواء الكبار او الصغار او يخافون يجربون اشياء او ستايلات سواء بالشعر او بالمكياج، اقول لهم لا كونوا جريئين، حلو التغيير، التغيير يحسن من نفسيتكم سواء بشعركم بقصة شعركم طريقة لبسكم مو غلط. فهمين أقول دائما اللي حابب يكون جريء حلوة الجرأة باختياراتنا، واحد يغير من ستايله. وشنو بعد أقول، بصراحة من أحلامي إني كنت أزور السعودية وخصوصا الرياض، لأنه متابعيني من الرياض أكثر شيء عندي بالإنستغرام، فسعيدة أنه أنا هنا، سعيدة أنه دا أشوف هذا الحدث الرائع وهذه من موسم الرياض، وهذه من خلينا نقول أعتبر نفسي محظوظة أنا دخلت مجال السوشيال ميديا، لأن وصلت أماكن وزرت بلدان كنت أحلم أزورها. وشكرا لكم وشكرا على كل هالمقابله الحلوه والاسئله الحلوه. حبيبتي واحنا سعيدين بوجودك معانا، نورتينا، نورتي السعوديه والرياض، ونورتي البيت الزجاجي لسيدتي. طبعا سيدتي اشكركم لك على هالمقابله الحلوه والبيت الزجاجي الحلو. شكرا 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 لك، شكرا ديما الاسد، يعطيك العافيه. متابعينا بهذا نكون وصلنا لختام حلقتنا وختام هذا اللقاء مع ديما الاسدي، شكرا لكم لطيب المتابعه.